يلعبها جميله لسلمان العمران، هجمه هلاليه، سلمان عرضيه امام المرمى، ناحيه الشمال لسلمان العمران، اداء رائع رائع جدا. سلمان العمران بنشوف دائما سلمان بيلعب في خط الوسط، اليوم احتاج سيدنهو انه يلعب في هذا المركز بعد. سلمان يلا يا سلمان، يلا يا سلمان، هذه هجمه ولا نستعجل. ينقل الكرة لسلمان عمران اللي صار بيلعب في الجناح اليسار الآن إلى سلمان عمران، سريعة بيعدي من النفيسة، هلال بيهاجم ماشي. جهة حسين الحبشي ينزلق عليه مساعد قرير لأخوه وليد، وليد معاه لاعب الهلال سلمان العمران اللي موع على وليد ويلعبها لخالد منصور، كرة للأمام من منصور حسين بيحصلها سلمان العمران، سلمان بيحاول يعدي، يعدي من واحد والثاني، يعدي تنشال إلى ضربة زاوية للهلال. سعد مبارك، سلمان عمران ظهير الأيسر المساند، عالية داخل منطقة الجزاء تتشال من محمد فريج، توصل للثنيان بكعب رجل يصلحها سعد مبارك، كرة لحسين الحبشي، حسين الحبشي بيلعب كرة لعمران في اليمين الشيان يلعب تصطدم في القناة. هذه الكرة حسين وماشي وسلمان العمران يخذ هجمة وديها لسامي ورجع له مرة أخرى وتنقطع وهجمة للهلال داخل سلمان العمران بيصور بتعتلي العارضة مقطوعة من سلمان العمران بس اثنيان كور الموينع سلمان سلمان العمران و في خطأ في خطأ ضغط اتحادي بمحاولة لتعديل النتيجة، عرضية أمام المرمى تعدي من الاثنين سلمان العمران وجبرت السمراني وسلمان يحط الكرة عادي تلعب عرضية جهة اليمين وتغطية من مدافع الهلال سلمان العمران إلى دي سانتوس سلمان عمران، هلال بيهاجم كرة خطرة حاول يعدي سلمان يفتح اللعب في اليسار عشان يرفع لزملاء ولكن يفضل أنه يبرع تحديد، نتمنى إن شاء الله التوفيق للممثل الأندية السعودية فريق الهلال. سلمان عمران سريعة باتجاه سامي وداخل سامي بيحطها وماشي وماشي سامي ومعاه المدافع وبيعدي وبيعدي وفي أيضا متابعة من المدافع سريعة لسلمان العمران، سلمان على الجناح الأيسر سلمان لموسى نضاو، موسى لسلمان حلوة حلوة لسلمان تتمرر تتنفس باتجاه موسى نضاو بيسدد وقع الموينع لسلمان عمران، سلمان حلوة ليوسف داخل يوسف لعبها لعبها يوسف تصل لعبده عبده لسلمان عمران بيعديها سلمان لبنيتو لسلمان عمران، سلمان عمران بيسدد باليمين في داخل عبد الرحمن السيف باليمين بيلعب كرة عكسية ناحية يوسف جازع بالراس يوسف جازع يصلحها ناحية سلمان ميا لطارق ثابت طارق يعدي
مع سلمان العمران، يخلص كرة سلمان، خلصها للمنتصف للسماوي، ويلعبها طويلة، جهاز اليمين يجري عليه فؤاد أنور، ماشي فؤاد يحاول يصلح نفسه، يخلصها منه سلمان العمران، ماشي سلمان وجنبه محمد لوب، يسيبها يوسف لسلمان، تتمرر بيد حارس المرمى تنشال، بيبدأ الفريق الهلالي بيلعب إلى سلمان النمشان، بيلعب بأكثر هدوء وبأكثر تركيز بعد الهدف، وسلمان على الجناح الأيسر وفي خطأ. منصور وصل لسلمان العمران، أبها اللعبة أمامية ومحاولة الاتفاق ضاغط أخشوين إلى رمي التماس، يلعبها رضا عبد العال، مقطوعة من رضا العمران، يصلح سامي، يلا يا سامي، يلا يا سامي، يلا يا سامي، يلا يا سامي، حطها جبرتي سلمان العمران مع جبرتي، يقطع كرة سلمان، سلمان في المنتصف، خلفية باتجاه سيد سلمان العمران، ايضا مرة اخرى اذا كانت الكرة العرضية حلوة يكون من هدف دائما تلعب هدف هلالي سادس. اذا كانت يلمها سامي وعرضية ملعوبة جميلة ناحية يوسف جازع في اليسار داخل يوسف حسين الحبشي، سلمان العمران لخالد النفيسة. الهلال المفروض يركز اكثر لانه بيلعب زياده بلاعب، وهذه كره ثانيه وسامي براسه وبيهجم وبينظم هجمه، ولكن تطول باتجاه سلمان العمران، سلمان بيحاول يعدي من عبد الجواد، ملعوبة بالرأس سامي تنشل تركي فيصل سلمان فيصل إلى خالد إلى سلمان إلى دي سانتوس، وتروح لي سامي الجابر، سامي للعمران، العمران يقود هجمة لصالح الهلال، الكرة مع العمران الآن، حاول يعدي مسعود الحمالي، يعدي العمران، العمران يلعب كرة لسامي، وليد الغامدي ترجع للعمران، العمران يلعب كرة أرضية ليد خالد الصبيان، حاول للهلال ناحية اليسار العمران، ينقلها وتتخلص هجمة للهلال اليسار، سلمان العمران داخل سلمان وماشي بيلعب كرة عرضية الوليد لسلمان مرة أخرى داخل سلمان، بيحاول يمر برضو كرة معه، بيعك الكرة عرضية ووليد يلعبها، حسن بوغانمي، حسين الحبشي، فيصل بوثنين، سلمان العمران سريع للمسعري، حسين المسعري حاول يعدي يلعبها جميلة لسلمان العمران، هجمة هلالية، سلمان عرضية أمام المرمى، يلعب كرة حلوة لسلمان العمران، داخل سلمان بيحاول يصوب سلمان العمران وتمر من جنب القائم، طويلة ناحية اليسار، حاول الآن عمران يعدي وفي تراجع من الاتحاد، وداخل منطقة الجزاء ولكن لسعد مبارك ناحية الشمال لسلمان العمران، أداء رائع جدا، نتمرر سامي تمريرة حلوة لسلمان العمران، سلمان بيسدد خوض العرض، فيصل للعمران، هيا ليوسف ثنيان من الهلال يحاول يعدي يوسف ومعه ابراهيم ايضا، يلعب كرة خطرة باتجاه المرمى، كرة حلوة من ثنيان، عبد الله يلعبها لي
العمران لسامي داخل سامي خلصها دافع الاتحاد خاطئة هاني العبها خاطئة وسلمان العمراني يعليها عالية الثقة بعادل عادل تنقطع كرته لصالح الهلال من سلمان العمران سلمان ليوسف نيان مع محمد الخليوي يمررها وراء لزميله وهو من دافع يلعبها وتتلعب أخيرا عكسية أشرف لسلمان العمران لفيصل أبو ثنين لسلمان كرة اللعب سريعة ناحية اليسار حاول يحصلها فعلا انطلاقة سلمان العمران سامي هي نفس التسديد بيسدد ويسدد جول فيصل أبو ثنين فيصل عرضية إلى سلمان العمران والعمران أرضية أمام مرمى النجمة وتنتهي أيمن بيهاجم إقامة بيهاجم على الجناح الأيمن وملعوبة ومقطوعة من سلمان العمران بكرة جميلة مقصية جميلة من سلمان ماشي بيحاول ينظم هجمة يلعبها ناحية سلمان العمران سلمان العمران يعدي من واحد وماشي وداخل سلمان برضو الكرة معاه وماشي وبينقلب العار الأسرع الأقوى الأعلى طبعا هذه المشاركات الخليجية لعبة ليوسف تريان وسلمان العمران سلمان العمران عطى المرمى وين عود سلمان العمران بيعدي بمنصور لسامي حلوة يا سلام حلوة مقطوعة من دفاع شباب رفع هجمة الآن لصالح الهلال تسديدة قوية جلا سلمان العمران يوسف يعدي ويشيلها من قدامه أسامة لكن تروح باليسار عند سلمان العمران يلعبها عكسية حصلت خيفي يحاول يمرر فيصل أبو ثنين يصور يا سلام يا سروجي من أمام عبد الله الدوسري تصل لتبيخي الخطأ تبيخي يسلمها لسلمان العمران ليوسف جازع هجوم المباراة في الوسط الأعلاوي ناحية اليمين لمحمد القرني محمد يحاول يعدي مع سلمان مبدأ ساعة الفرصة جبر يستوي ومن سلمان العمران كارلوس من جديد إلى سلمان العمران حلوة ليوسف نيان لكارلوس لسلمان العمران يعدي ومررها في الصدر هجمة الهلال تخش دماغ كرة حلوة مقطوعة من فيصل تصل سلمان العمران بيحاول يعدي بيحاول يعدي بيعدي من بين اثنين وخطأ على عبد الله الحارثي اليمين ترجع إلى سهو السهو سهو بيحاول يبحث عن زميل تأخذ من الكرة بواسطة سلمان العمران اللاعب حسين يلعبها حسين تروح لسلمان العمران سلمان كرة معه ماشي في اليسار بيلعبها ناحية وليد المدوح اللي أخذ له مكان وليد المدوح سلمان العمران في اليسار داخل سلمان خطر الكرة دي خطرة تتعدي يوسف نيان حاول يصوب أسامة أسامة ضمن التشكيل موجود كرة اللعب وتوصل كرة في حظ الملعب وقريبه شايد الهلال سلمان العمران لاعب جيد في وسط الهلال ما شاء الله عليه على اليسار من شريده للعمران هجمه هلاليه الان وسريعه للثنيان وتغطيه من مدافع النجمه في ضمن بطوله الانديه العربيه العاشره تقام في وماشي بيها وتتلعب في ما زالت كره خطيره وتتلعب فهد أه
الغشيان بيلعب كرة عكسية ناحية يوسف ثنيان، تعدي تروح لسلمان العمران، يصوب سلمان صدم ترجع له مرة أخرى، ولكن يبعدوها المدافع الوحدة وتروح سلمان العمران. ماشي سلمان يحاول يفوت وفي دفع من خالد العام. سلمان العمران إلى ليتانا، كرة إلى منصور موينة، سلمان العمران إلى خالد رشيد، إلى سلمان، يلا يا عمران يعدي، خلص يا عمران، مقطوعة من سعد مبارك ناحية الشمال، سلمان العمران بيعدي، ماشي سلمان، ماشي لسامي، لسلمان حاول يعدي، يعدي سودة من محسن، والكرة على اليسار حسين اللي تقدم، والعمران يسدد أرضية، خلص عدنان فيصل على الدائرة لسلمان عمران على الجناح الأيسر لسعد مبارك، سعد لسلمان، سلمان بيحاول يعدي من منصور محمود، عرضية تنشال من علي حسين، خميس العويران لسلمان عمران، سلمان منقولة باتجاه بينيتو بيحاول يعدي معه، وفرصة قوية في التأهل لدور الأربعة، كرة ملعوبة لسلمان العمران، سلمان يلعبها سريعة جهة سامي، وليد مدوح خلصها. راح نقول لكم بعد لحظات تشكيلة الاتحاد، سلمان العمران ظهير الأيسر ماشي مع الكورة، سلمان بيمر ناحية ثنيان يوسف، حسين الحبشي إلى سلمان عمران سريعة، بيعدي من النفيسة، هلال بيهاجم ماشي بيحول، تصدم في فهد النفيسة وتنتهي إلى ضربة ركنية. العشيوي بالرأس استنشال سلمان عمران، سلمان بيحاول يعدي ظهير الأيسر في مباراة اليوم للهلال، يعدي من حسام وتتلعب ورأسه في المرمى لكن في نفس الوقت نعم كيماوي مرة كرة ناحية اليسار، كرة مشتركة الآن في الوسط لأشرف قاسم، أشرف قاسم لسلمان عمران بيعديها مسيطير بالرأس لبينيتو بيسدد في المرمى، صوت وصورة وبالتالي جهاز واضح، بينما النقل يأتي الحقيقة بعدم وضوح بعض الأحيان من اللعب. كرة لسلمان عمران بعد ما قطع كرة عبد الرحمن سخيفي، سلمان يقود هجمة للهلال، سلمان لسامي الجابر وداخل معه عبد الله، إلى فريق الهلال الآن بيهاجم عن طريق سلمان العمران اللي ماشي ماشي ترجع لكن تنقطع وترجع مرة ثانية، الاتحاد واقف يروح ورا ناحية سلمان العمران، سلمان بيموه بجسمه بيحاور وبيحاول يرفع بيعدي بيصوب على المرمى يبعدها حارس المرمى، خلص الكرة ثنيان بيحاول يسدد ولا يعدي ثنيان، يلعبها للتماوي، التماوي للموينة، الموينة للعمران، يلا عمران عرضية باتجاه ثنيان، ثنيان يسدد الله كبيرة لخالد الهزاع، تتمرر لبندر مقطوعة من سلمان، بندر سلمان العمران بيشيلها من أخوه بندر، هذه يغطي سلمان العمران، حلو سلمان يعدي سلمان